احكي لي من هاي الجهات. وقلت لك هواي الناس الفقرة اللي لو تقدر تدبر عيشة يومها لو ما تقدر. الأمهات اللي راح أولدهن هم يصحون بالروح بالدم في ديك العراق. الأطفال اللي تيتموا من وراء أوامر عليا. الشباب اللي يتخرجون وما يلقون تعيين. والفساد اللي رجع البلد 100 قرن اللي وراي. عرفتك تحكي براحتك لشوف وين توصل. عرفت وين أريد أوصل؟ أكيد عرفت وين تريد توصل. جاوبني مثل الأوادم لو توصل هالطيحان الحظ. شو برأيك إحنا مواصلين مرحلة طيحان الحظ؟ بيدك إذا تريد توصل هالطيحان الحظ. زين زين هكذا مرة أنا أسألك سؤال. لا ما يصير، بس راح اكبر راس وياك واخليك تسالني. انت عراقي؟ انا عراقي والنخل عراقي. اللي طالع بالتحريريه تلبس بالعراق ويموت عراقي، واللي واقف على الجهه الثانيه يرمي على هذا اللي يهتم باسم العراق هم عراقي. يمكن احنا فاهمين العراق غلط. وانا هم جاي استوعب اللي مثل حضرتك طالع يحرك تايرات يقطع الشوارع عراقي، واللي واقف بالشارع يفرض الامن والامان عراقي. اخي انتوا فاهمين العراق غلط. امسح كل اللي قاله واكتب. سين، من هي الجهات اللي تقف وراءهم؟ جيم، جهات لا نعرف اسمائهم. سين، ما هو الدافع الذي دفعك لهذا الفعل؟ جيم الدافع عنوان. سين، ما هو دورك في المجموعة؟ جيم الحاق الأذى بالممتلكات العامة وزرع الفتنة بين المتظاهرين والقوات الأمنية. حالة واحدة أوقع لك على هذا اللي كتبته وأنا ميت. ميت؟ عمرك طويل وعليك شباب وتتبهدل يمنا بالسجن. وبالنسبة للتوقيع ليش يلهم؟ واي قبلك قالوها راح توقع كامل قواك العقلية. هاي عفو.